بيكم في درس جديد. درسنا دايما سهل ولذيذ. ايه رأيكم النهاردة نتعلم مع بعض اسرار طاجن المسقعة بالبشاميل علشان نزين سفرتنا في رمضان. في طاسة سخنة من غير دهون هنحط فصين مستكة مع رشة حبهان، وهننزل باللحمة المفرومة ونقلب. اول لون اللحمة ما يتغير هننزل بالبصلة المبشورة ونقلب. هننزل بحوالي نص كوباية مية، هنحط معلقة صغيرة من الملح، وبرضو معلقة صغيرة من البهار، ومعلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ومعلقة صغيرة من البردقوش، وهنحط ربع معلقة من القرفة. هنسيب خليط اللحمة بتاعنا على النار لحد لما يبدأ يتشرب، وهننزل بعصير الطماطم. أول ما تتسبك هننزل على طول بفصين الثوم، وهنحط جوزة الطيب، وهنحط عليهم الفلفل الأخضر المتقطع، وهنرفع على طول من على النار. عايزين الحاجات دي تحتفظ بنكهتها. دلوقتي بقى هنعمل مع بعض البشاميل. كل معلقة دقيق هنحط لها معلقة زيت. هستخدم 4 معالق دقيق مع 4 معالق زيت. هنقلب الدقيق في الزيت بتشويحة خفيفة لحد ما تفوح ريحته من غير لونه ما يتغير. دلوقتي هحط اللبن. أول ما البشاميل بتاعنا يوصل للسمك المطلوب ويبدأ يبقبق من كل مكان، هنحط على طول الفلفل الأسود، الملح، جوزة الطيب. هنحط طبقة من البشاميل قبل ما نحط البتنجان. هنرصص البتنجان. هحط طبقة من اللحمة وطبقة من البشاميل. هنحط رشة من الجبنة الشيدر المبشور، ونكرر الطبقات تاني. وآخر حاجة بقى على الوش اللمسة الجميلة، لمسة القشطة. ودلوقتي هندخلها الفرن على درجة حرارة 200 لمدة 20 دقيقة. ودي كانت صينية المسقعة بالبشاميل بتاعتنا. قد إيه ريحتها جميلة. أول ما تطلع كده لو عندنا ريحان نحط عود يفوح ريحة حلوة قوي معاها. البشاميل بتاعنا حطينا نص القشطة جواه ونصها بره، وهي دي سر الطعامة. اللحمة لما جينا نعصجها ما حطيناش فيها أي دهون، اكتفينا باللي هيتحط في البشاميل. ولو عجبتكم وصفتي النهاردة استنوني في درس جديد. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفة.com.